الأمر الثاني الذي يجمعهم أنهم من قبائل شتى، من أعراق متنازعة. فأبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه من قريش، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أجداده. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار خزرجي، والأنصار من اليمن. وحذيفة بن اليمان غطفاني من بني عبس، وبنو عبس من غطفان، قيسي بعد ذلك، وليس قرشيا وليس خزرجيا مثل معاذ، ولا قرشيا مثل أبي عبيدة. وسالم مولى أبي حذيفة ليس من العرب أصلا، من ديار فارس. ما الذي جمعهم؟ جمعهم الإسلام. ولا شيء يجمع الناس أعظم من الإسلام، ولا شيء يجمع الناس أعظم من دين الله جل وعلا. العقيدة إذا ثبتت في القلوب ووقر الناس وكفوا عمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، اجتمعت قلوبهم تعالفت، ثم كان منهم ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. فهؤلاء الأربعة جمعهم الإسلام، كلهم يؤمنون بالله ربا وبمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، ويؤمنون بالإسلام دينا.